صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. حلقة جديدة من عيشها ببساطة، وجديدة كمان في مفهومها وتناولها. أنا شايفها تحول تاريخي في عيشها ببساطة، لأنها مع شاب رابر أو بيغني وعنده مواهب متعددة، ويا رب تبقى الحلقة دي نقطة تحول في تاريخ مازن السنوسي إن شاء الله، طالب في معهد فنون مسرحية قسم الدراما والنقد. أهلا وسهلا بيك يا مازن. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. عامل إيه؟ الحمد لله بخير والله، زي الفل. إن شاء الله إحنا هنصور صور كده عشان الناس تشوف مازن اللي بيعمل بقى فن في لبسه وفي شكله وفي حركاته كلها. تمام إن شاء الله دكتور، أنا مع حضرتك كده كده في أي حاجة. أنا مبسوط جدا إن أنا تعرفت عليك. ساعات كده بيبقى قدر إن الواحد بيلاقي حد، بس إن أنت تبقى عندك متعدد المواهب دي وعندك رؤية وبتشتغل في العمل التطوعي وبتذاكر وبتدرس وبتعمل إيه يا عم الكلام ده؟ والله يعني أنا من صغري يعني وأنا بحب دايما إن أنا أتعلم. يعني أنا مثلا المزيكا كنت حتى بهزر مع أصحابي وأنا صغير بقول لهم يا جماعة أنا اللي مألف الأغنية دي، كانت ممكن تبقى أغنية دي مثلا بتاعت حمو بيكا ولا حاجة. قولهم لا ده انا اللي عامل دي. حابب الحته دي. مثلا اتعلم، كنت رحت اتدربت كوره فتره حسيت ان انا مش موجود فيها، فروحت اتعلمت الرياضه يعني مش حابب. رحت اتعلمت مزيكا شويه، وبعد كده لعبت طبله وتعلمت طبله. بتجرب حاجات كتيره، محتار في الحاجات يعني بالظبط، لحد ما والدي يعني جاب لي فرصه ان انا اشتغل في قصر ثقافه بني سويف. الله، ده الوالد كمان هو اللي دعمك في الحته دي. عشان حس ان انت بالظبط عندك الرغبه دي بالظبط. فهو اصلا كان موجود في قصر الثقافه زمان، من هو قد في سن كده، كان شغال في فرقه الموسيقى العربيه في قصر ثقافه بني سويف. ده العيله فنيه بقى يعني. بس فدعمني بقى في الحته دي، ويلا بينا يا مازن، طب دي فرصه ليك انك تمثل وبتاع. فدخلت في فرصه التمثيل، اول عرض عملته مع استاذ احمد البنهاوي، طلعنا مسرح قومي. ترشحنا في جوائز، ترشحنا فيها. بعد كده جات لي فكره المعهد، وقعدوا يقولوا لي يا جماعه في معهد فنون مسرحيه ده في القاهره، وده ما بيدخلوش غير الفنانين بس، وده اللي بيطلعوا منه فنانين. قعدوا عندنا ناس في بني سويف يحطموا فيها شويه بس بطريقه غير مباشره، وده مجال وحش وده مش عارف ايه وكدا. انت مش هتدخل يعني، احنا ما في ناس كتير قوي قدمت وما دخلتش. ده احمد زكي عشان يتقبل قعد حوالي 3 4 سنين، فانت اللي هتدخل على طول. سبحان الله. فانا بعند بقى يعني، انا طبعا يعني ده اصلا برج الثور، ففي حته قوي. ابيض. فقلت خلاص يا جماعه، انا يانا يانا ربنا يبارك لك. ولا انا في الحته اللي انت قلتها دي، انا اشكر والدك جدا ان هو حط رجلك في حته هو شافك فيها وشاف نفسه فيك وعايز عايزك تعمل حاجه حلوه. دي حقيقه فعلا. بصراحه انا لما باجي اعمل حتى تراك جديد في الراب ببعته له الاول لاخد رايه، ممكن يقول لي ده مظبوط لا ده مش مظبوط كده. الله والله بجد يعني دي قصه انا بالنسبه لي طبطبت على قلبي بالحكايه الجميله دي. انا سمعت صوتك طبعا، والحاجات اللي انت بتعملها شبابي قوي، لما بقعد مع اولادي بيقعدوا يقولوا اغاني عجيبه ولا فاهم ايه اللي بيتقال اساسا، بس التيمه بتاعتها حلوه وبتاثر وهم بيكرروها فعلا يعني. فخلينا اسمع تراك من التراكات اللي انت عملتها عشان الناس تفهم مازن وهو بيعمل تراكات والراب الراب ده عامل ازاي. فخلينا نسمع حاجه ونرجع نكمل كلامنا. لسه ماسك في اللي سابني، لسه بسال نفسي انا ايه اللي جابني، كنت واخد النجاح تحدي بس طاقت خلصت والفشل هو اللي صابني. مش كنت امبارح لسه قايله بتحبيني، قولي لي سبب ليه بقيتي بتكرهيني، بس عارفه محدش حبك قدي واني كنت ساذج لما فعلا بحبك وعايز اكمل، بس عادي بكره الاقي اللي احسن منها، بس عادي بكره تندم على اللي بينا، بكره تعرف ان العيب اكيد كان عيبها، بكره تقول لك ان ما بينا ذكرى حلوه، بس عادي بكره الاقي اللي احسن منها، بس عادي بكره تندم على اللي بينا، بكره تعرف ان العيب اكيد كان عيبها، بكره تقول لك ان ما بينا ذكرى حلوه، بقيت لوحدي مش مستني تكوني جنبي، فتره وتعدي اكيد هتكون كفرت ذنبي، قاعد بحسب مين معايا ومين كان ضدي، كنت
كنت بابني وانت تهني، صورنا بقت خلاص عبارة عن ضباب، ذكريات مدفونة تحت كوم تراب. فاكر لما كنا قاعدين في المسرح امبارح كنت عامل ازاي؟ كان شكلك حلو قوي بجد. طيب وزي ما سمعنا دلوقتي تراك مازن السنوسي، عايز اعرف الحالة بتاعة الحب او الحاجة اللي خلتك تعمل التراك ده بالذات، يعني طلع ازاي؟ حاضر، دي قصة حلوة او بصراحة بتأثر فيها جامد. عندي دكتور علاء عبد العزيز الله يرحمه، كان دكتور في قسم دراما نقد، استاذ دكتور كمان الله يرحمه. كنت في محاضرة عنده فهو قال لي هو انت ليه دايما بتكتب اغاني راب عن الشارع والكلام ده كله، طب انت ليه ما بتعملش حاجة تتكلم عن موضوع معين؟ فقلت له يا دكتور طب خلاص تمام. فحاطني تحت ضغط وقال لي انا مش عارف اديك اعمال سنه على ايه، فانت عاوز 10 دقايق كده مع نفسك اكتب لي تراك على انك هتسقط في تعيد السنه. اكتب لي تراك دلوقتي؟ وانا قاعد. قال لي قلت له دكتور تراك كبير؟ قال لي يعني اكتب لي كوبليه. قلت له حاضر. ففي 10 دقايق كتبت الكوبليه وسمعوا تمام الناس كلها اتبسطت، وكان في فيديوهات ناس كمان بتصور معايا فيديوهات للحاجات دي. فبعد المحاضره خدني وقال لي طب انت ليه ما بتكتبش حاجه عن صاحبتك اللي انتوا الاثنين سبتوا بعض وكده، فطب يعني ما تحكي القصه دي على ايه التراك وممكن الناس تتاثر بيها لو انت ممكن تلاقي حد مشابه معاك. فقلت له يا دكتور حاضر. قال لي مش لازم كل التراكات تبقى بتكلم عن الشارع بس وان انت جامد قوي والكلام ده كله، انت مش جامد ولا حاجه، وقعد ايه يهزر معايا كده. اسمه ايه معلش؟ دكتور علاء عبد العزيز. ربنا يكرمه وربنا يبارك له لانه حرك فيك حاجات هو شايفها فيك. ايوه هو توفى بعد العيد الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، بس سايب ذكرى. على فكره جزء كبير من العمل التطوعي اللي انا بعمله وناس كتيره بيبقى هدفها كده ان انا اسيب اثر. لو رحت فهي شغالة، يعني انت مازن عملت حاجة وحتعمل عشان الراجل ده كان جنبك وقف وراك. هو ياريت وقف جنبنا، بس ده كان مفيش حد من طلبة المعهد او من برا المعهد او يعني شغال في مجال المسرح عموما دكتور علاء ملوش عليه جمال، لا ده كل الناس ليها جمال على دكتور علاء طبعا. ربنا يا رب يرحمه يا رب. ونقول لكل الناس اللي بتسمعنا تدعو له عن ظهر غيب، كلنا هنبقى في مكانه فمحتاجين حد يدعي لنا. طيب عايزين بقى نعرف من مازن، على فكره مازن 23 سنه فيعني ما هوش يعني شاب كبير ولا يعني عمره بسيط بس عمل حاجات كثيره، وكنت عايز اعرف بقى جزء العمل التطوعي ليه دخلته وليه عملته، وهل ممكن تستخدم الفن في المجال ده؟ اكيد طبعا ممكن. انا يعني انا بدات في كير من سنه 2017 او 2018 وكنا بننزل ندوات في مراكز عندنا في بني سويف تطوعيه طبعا، ان احنا ممكن نتكلم عن مثلا محو الاميه، بنلعب الاطفال اللي هم الصغيرين، بنحاول نوصل لهم يعني مثلا رسالتنا عن مسرح تفاعلي. كل بقى المهتمين كير مهتمين بالقصه دي شويه، حته المسرح التفاعلي ده بالظبط. لان احنا ممكن نروح مثلا مركز فنتكلم حاجه عن ختان الاناث، او نتكلم عن حاجه عن مثلا العنف ضد المراه، او ممكن نتكلم عن حاجه ما تبقاش كلام مباشر، ممكن يبقى في حاجه تفاعليه بالظبط. يعني احنا ممكن نعمل مشهد بيبان مثلا البنت دي راحت اتخانقت عند دكتور بعدها اتأذت او ماتت، فلا يا جماعه ما تعملوش زيها وحاولوا تخليكوا تكبروا، وده حرام دينيا وحرام كده. من ساعتها ما عملتش التراكات، كنت بتمثل؟ لا كنت عامل تراك ده تبع ماشي تراكات اي حد معدي قدامك تراك على طول كده بالظبط. بس انا ده كنت بلعب فيه ايقاع ما كنتش بغني فيه. تراك كان اللي كاتبه زميلي في كير اسمه اسامه جابر. اسامه هو اللي كان مألفه ساعتها، وطب ما تيجي نلحنه مع بعض، فلحنا انا وهو وبعد كده بدأنا نلعب الايقاع عليه والكلام ده. حلو جدا. كان بيتكلم برضو عن ان احنا دلوقتي بنتكلم وان احنا كير ومع بعضينا وهنتحدى وهنعمل وكده. رائع والله، رائع بجد يا مازن. يعني انا عايز برضو نسمع حاجة او تراك تاني من اللي انت بتقوله وبرضو مرتبط بالحالة المزاجية، عايز تقوله دلوقتي؟ اوكي لو فاكر حاجة كده تقولها لنا. اول حاجة مش هو تمام، هو مفروض كده بالظبط. اقول غالي سعر في المزيكا، علي زي جيكا، يس بجد انت تروح تنافس حمو بيكا، شايط زي شيكا في المقص هخليها، هعمل طريقة لعبة هسميها طاقة تيكا، لسه مشوفتش الإثارة، طب البس النضارة، هقلب المدينة هخليها زي غارة، معايا مي وسارة، هنركب الطيارة، ساعات بكون زهقان فبقلب الكيبورد فورة، فبقول لك لا هراب وديس كل والفنان هيكون فنان، يلا نخلي الليلة فل، هكلم الشباب نجيب حاجات هتبقى لولا، أنا البوس، لما أحضر فسمع هوس، جامد في أي حاجة هتعرضني لوس. طب مين يكسبني لسه مشوفتش فيكو حد؟ جميلة جميلة. اللي احنا بنعمله دوت بنقدم تجربة عرفنا فيها بابا، عرفنا فيها الدكتور علاء الله يرحمه، عرفنا فيها تحدي برج الثور وتحدي
مازن انت بتعمل كمان حاجات يعني بنسميها ايه كوميكس وحاجات زي كده، يعني ما بتجيب الشباب صحابك بتعملوا اغنية. انت عملت حاجة عن المدرج وعن عن دكتور احمد عبد العزيز، عندنا استاذ دكتور في معهد فنون مسرحية قسم الديكور. كنت بكلم معانا وهو كده، فبقول له يا دكتور صور معايا فيديو على تراكي، فهو مرضاش وقعد يهزر معايا وكده. لا مش تكبر او تقبل، لا هو بيعمل فيديوهات على التيك توك تعليمية عن الديكور. مثلا بيحكي حكايته مع الطلبة وبيصور فيديوهات معاهم وكده. فقلت له يا دكتور صور معايا فيديو على تراك، فشاف تراك شعبي وبتراح، قال لي انت عايزني انا اعمل كده وبتاع. قلت له خلاص يا دكتور تمام اللي انت شايفه. فقلت له انا هعمل لك تراك. فجيت بالليل يعني في نفس اليوم قصدي بالليل ببعت له تراك، قلت له دكتور انا خلصت التراك. ما كانش مصدق. قال لي يا ابني انت يعني انت كتبت الصبح وكتبته وعملت كل حاجه وسجلته وخلصته وبعته لي ازاي؟ قال طب يلا بينا نصوره بكره. لا استحمس يعني. وانت شغلت فيه كل الطلبه بتوع، هو دخل جاب الطلبه بتوع ديكور والطلبه اللي هم بيحبوه كلهم شغلهم في صورهم في الفيديو. انا بقى جيت الامتحان كان يعني بعت له تراك بالليل، تاني يوم الساعه 10 الصبح كان عندي امتحان داخل المعهد، لقيت الناس كلها سمعت التراك. هو بعت لهم في الجروبات والكلام ده عشان هو حب التراك قوي بصراحه. انا بحكي في التراك حاجات عنه يعني. انا شفتها لذيذه. بس في حاجه، انت ليه الصفحه بتاعتك او الشانل القناه بتاعتك ما فيهاش كل الكلام ده؟ انت عامل مثلا حاجه بتاعت 100 تراك ايا كان بقى عالي واطي، ولا انت مش عايز تحط حاجات الا حاجات معينه؟ انا مبسوط جدا 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 يا مازن ان انا قابلتك. انا اكتر يا دكتور والله. ان شاء الله وهنستغلك في اكتر من حاجه معانا هنا ان شاء الله، وفي مبادراتنا الصحيه التوعويه، لانها مهم قوي يبقى في حد زي مازن معانا. ربنا يخليك. شكرا جدا يا دكتور، انا يشرفني طبعا اكون مع حضراتكم طبعا باذن الله. وانا شرفت اني قابلت حضرتك، اتبسطت جدا والله باللقاء ده. عشها ببساطة ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.